خلينا نبتدي زي ما احنا متعودين بأبرز الأخبار اللي حصلت بالأمس، بالبداية مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني، ووجه سيادته بمواصلة الجهود المكثفة لنهوض بقطاع الطيران المدني بهدف الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليميا وعالميا بما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة. ده هيعملنا. وكمان بالأمس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ جموع الشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد. كل سنة وكل الأمة العربية والإسلامية وكل المصريين بألف خير يا رب. خلونا كمان ناخد جولة كده سريعا في ما حدث داخل أروقة مجلس الوزراء، لأن رئيس الحكومة امبارح الدكتور مصطفى مدبولي تابع موقف تشغيل نظم المعلومات بالمقرات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال هذا التقرير. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني، ووجه سيادته بمواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني بهدف الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً بما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة. امبارح هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد، وكتب سيادته على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وازدهار، وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار. امبارح هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، أعاده الله بالخير واليمن والبركات علينا وعلى بلدنا الغالي. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة اجتماع لمتابعة الموقف الخاص بتشغيل نظم المعلومات والاتصالات بالمقرات الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اللقاء بيستهدف متابعة منظومة العمل بالجهات الحكومية المنتقلة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة وما تتضمنه من برامج وتطبيقات، وده في ضوء ما أسفرت عنه التجارب مع الانتقال الفعلي وعمل الموظفين بالحي الحكومي. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لعجز الموارد المالية ووسائل التشغيل اللازمة لنقل الموظفين لمقر الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شدد على توافر كافة الآليات والمتطلبات اللازمة لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بالفعل انتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك انتقال حوالي 25 وزارة و10 جهات مستقلة و55 جهة تابعة بشكل كامل للحي الحكومي لمباشرة أعمالهم، وسيتم الانتهاء من انتقال كافة الوزارات والجهات المحددة تباعاً طبقاً للبرنامج الزمني المقرر. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات المسلحة شاركت في احتفالية وزارة الخارجية اللي نظمتها بمناسبة الذكرى 75 أو اليوبيل الماسي لعمليات حفظ السلام. شملت الاحتفالية عرض فيلم من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية عن مهام حفظ السلام وجهود القوات المسلحة المصرية ومشاركتها في تلك المهام السامية لدعم حقوق الإنسان تحت مظلة المجتمع الدولي. أعقبوا تكريم عدد من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة اللي ضحوا بالغالي والنفيس خلال تنفيذ المهام المكلفين بها ضمن البعثة الأممية لحفظ السلام، وده تخليداً لذكرى وتضحيات القوات المسلحة المصرية. خلونا نروح دلوقتي مع حضراتكم لأخبار المحافظات وما حدث في المحافظات بالأمس، لأن امبارح تم إعفاء المزارعين في شمال سيناء من دفع متأخرات رسوم تراخيص الآبار الجوفية. أما عن محافظة سوهاج فتم فيها إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمدينة المراغة بتكلفة حوالي 10 مليون جنيه. كمان في الغربية تم الانتهاء من أعمال رصف طريق ترعة الملاحة، وفي المنيا استقبلت الشون والصوامع 473 ألف طن من محصول القمح. مع
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في شمال سيناء تم إعفاء المزارعين من دفع متأخرات رسوم تراخيص الأبار الجوفية، وده في إطار السياسة اللي بتنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. في سوهاج بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعمال الإحلال والتجديد بمدينة المراغة وتوابعها اللي بيتم فيها تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وده في إطار الخطة الاستثمارية، حيث تخدم تلك الأعمال 11,000 نسمة بتكلفة إجمالية تبلغ 10 مليون جنيه. في أسيوط تم بدء تشغيل وصلات الصرف الصحي المنزلية بقريتي درانكا ودير درانكا بمركز أسيوط، واللي بيتم تنفيذها ضمن مشروع تجميع مياه الصرف الصحي بدرانكا، وبيتضمن توصيل 3,000 وصلة منزلية بالقرية. في الأقصر تم تحليق 28 رحلة بالون طائر على متنها حوالي 650 سائح من حول العالم من أرض مطار البالون الطائر غرب المحافظة، وسط أجواء من البهجة والفرحة بين السائحين. في الغربية تم الانتهاء من أعمال رصف طريق ترعة الملاحة كمحور مروري جديد حول مدينة طنطا بطول 3 كيلومتر وبعرض 8 متر وبتكلفة 61 مليون جنيه. المحور بيعمل على تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الضغط على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي. في البحر الأحمر استقبل مطار الغردقة ومطار مرسى علم 26,000 سائح من جنسيات مختلفة قادمين على متن 143 رحلة طيران دولية من مختلف المطارات الدولية والأوروبية، وبيتم تسهيل الإجراءات ونقل السياح لمقر الإقامة بمرسى علم والغردقة. في المنيا أكدت المحافظة استقبال محصول القمح اللي تم توريده واللي بلغ 473 ألف طن، وده من خلال 42 موقع تخزين يتم تجهيزه ضمن استعدادات المحافظة لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، وبلغت نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة 243 ألف فدان لهذا العام.